عيالي جات لهم مصايب، كل مصيبة أكبر من الثانية. أنا فين كنت؟ فين كنت لما حصل كله ده؟ أنا مش مصدقة، هذه أكيد عين وصابتنا إحنا. ليش حصل ده كله؟ ليش؟ استغفر الله، بس منكم أنتوا النفرين، أمانة تقتلوا القتيل وتمشوا في جنازته. يما ما فيش داعي الكلام هذا. لا لا، أنتوا أصلاً كلام الحق يزعلكم، وأنا بصراحة مرارتي بتنفجر من دول النفرين. مالك يا عمة؟ في كلمتين هنا حنبلي بحنجرتش تقولهم لوجه الله كذا، لاني بصراحه ما حتقدرش اسكت اكثر من كذا. انت يا صلاح كنت مشغول بنفسك ولا هميت غير راحتك، ولما طلقت فاتن نسيت عيالك مره واحد. وانت يا فاتن كنت مش فاضي غير انك تعاندي صلاح، اما عيالك ولا انت داريه فينهم؟ شفتوا النتيجه؟ ده حقولوا ايش بتعملوا؟ ايش بتسووا لعيالكم؟ واحد مسكين الله دخل السجن مجدول، والثاني لولا ستر الله كان الله اعلم ايش بيستوي به، والثالثه كانت بتروح في 60 داهيه. كلامك صح يا عمه. انا مشيك صحح لي، انا شيكم تصحوا، اصحوا ربنا برحمته اعطاكم فرصه علشان تصلحوا اللي انكسر، يا تستغلوها يا البيت هذا بينها تفوقكم انتوا وعيالكم. يلا قوموا شرب التخم الذي داخل، خلوه تحس انكم بجانبها مش ضدها. لا تتفرقونيش كذا، قوموا النفرين، قوموا قيامة، تقوم على رؤوسكم. يلا أنا آسفة والله، الموضوع مش زي ما انتوا فاهمين، سامحوني ما كانش قصدي. سامحيني أنت يا بنتي. خلاص يا زينة، خلاص حبيبي، خلاص بتبكيني معك، بس أنا في ذلك. بابا ايش اللي سببك كده؟ مرحبا سيد، ماشي حاجة. ما تقلقش، جلال خير؟ ايش معك هنا؟ كنت مراعي له من اول. مراعي لي؟ خير في حاجه؟ استخلص من همي وارتاح. ايش تقصد؟ ستكلم معك موضوع اياد، ستفهمك ايش اللي حصل بالضبط. طيب حلو، بس نطلع المكتب احسن عشان نتكلم براحتنا. تفضل اهلا وسهلا. معلش استاذنك دقيقه بس برجع. ادخلوا انتوا كمان، ادخلوا. شنو هناك في سهل؟ ادخلوا لا سكتري، شي تدخلوا يلا شي. قولي قال لك زالت زينتك، ادخلي قولي. اوف، شفتي كيف بتصرفاتك الهبله؟ بعد ما قلت خلاص برتاح انا وعيالي وربي عوضني
بجلس ببيت نظيف ومريح، اجيت انت بقله عقلك ضيعتي كل حاجه. اح بس اح اح. بس يما، بس يما شوفيني مش ناقصه هيك. يعني عجبك دحين جلستك جنبي كده؟ تقدري تقولي لي، تقدري تقولي لي من فين بنتصرف؟ من فين بناكل وبناكل اخوانك الصغار؟ من فين باجيب حق الماء والكهرباء ودحين اللي همك؟ قولي لي ايش في اهم من دي الحاجات اللي همه؟ في حاجات اهم من دي الحاجات اللي همه؟ ها؟ اصلا انت مش حاسه بالمصيبه اللي احنا فيه به. شوف يا دلال، لو ما تتصرفيش وترجعي كل حاجه زي ما كانت ما بتشوفيش مني خير، واحسن لك احسن لك تروحي الصلاح وتترجيها وتخليها يرجعك. بس 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 يا شيخه حرام عليك، انت ايش ما تحسيش؟ اخونك اللي ضاعت، ضاعت كل شيء، راح كل شيء وببلاش. يا امه انت ايش؟ اقتل نفسي؟ اقتل نفسي عشان ترتاحي؟ يا شيخه حرام عليك، حرام عليك، حرام عليك. ايش عرفك اني رحت اقابل ماجد عشان اخذ منه الفلوس؟ كلمنا رجاء. ليش انت رحت الجامعة؟ ايوه. ليش؟ عشان اشوفك. ليش كنت تشوفني؟ لا اصلا دبرت الفلوس وقلت بقيت الكليه عشان تخرجي موضوع الذهب ما ذهب، بس للاسف اجيت متاخر. تسلم يا وضاح، والله مش عارفه كيف اشكرك على موقفك معي. الله المستعان، بعدين مش نحن اهل ولا صح. على فكره يا مجد، عمتك اشجان فرحانه انك رايح لي ومنتظرك بفارغ الصبر، وقالت ان سجلتك في نادي رياضي جنب السكن، يعني رياضه ودراسه، في شيء احسن من كده؟ ما في شيء احسن من كده طبعا. والله يا صلاح نقطتك هذه طيبه وما فيش منه وصاحبه مواقف، بس ليش كذا تتاخر؟ طيب كثير من على ما اجت لي يمكن اكثر من 5 سنوات، نحن الشادقين والله العظيم انه وحشتني، والله اني فقدانه لي والله. لا 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 لا، مش وقت استياق الان، خليها تجلس هناك براحته. يعني حبكت لما مرت بيرم لعنده تشيها تنزل؟ اسمحي لي اقول لك يا ست الكل، مش وقت استياق بالخالص. معلش يا جلال، المكتب كان مقعود زياده على اللزوم فقلت رتبه على السريع يعني بس علشان اعرف نجلس. لا لا عادي، ما فيش حاجه. خير يا جلال، ايش الشي تقول؟ انا الصراحه مش عارف كيف ابدا، بس اللي الشي يقوله هو انه انا مش موافق على اللي حصل لإياد، وحرام هو ينحبس مكان غيره. ومنو غيره هذا اللي كان مفروض يكون بداله؟ خذك عارف سفتحي، ايمن. ماله ايمن؟ ايش ماله ايمن؟ هو اللي عمل الحادث. يعني ايمن اللي كان يسوق مش عيان صح؟ ايوه صح. وليش هاتت ضد في الشرطه؟ والله انا كنت مقصود، ابي هو السبب، غصبنا على كده عشان ابو ايمن. وليش ابو غصبك؟ ابو ايمن هو اعز اصحاب ابي، بالاصح اهم كرت عنده بالحكومه، وبينهم شغل كثير، مصالحهم واحده. مستعد تشهد بكذا في الشرطة؟ ما وعدكش، أنا بس جيت هنا عشان أريح ضميري، ممكن تقدر تسوي حاجة بالكلام اللي أقوله لك، لكن غير كذا ما أعتقدش إن أنا أقدر أسوي حاجة تانية. فعلا يا جلال، كلامك هذا ينفعنا كثير. شكرا على العشاء، مع السلامه. مالك يا ابني يا صلاح، اجلس اجلس عادك قليل. معلش يا عمه، اشعر ان انا تعبان واشتي ارتاح من بعد اللي حصل اليوم، اشعر انه جسمي كله مكسر. وضعك مكسر من سبب ولا لسه ربك فوق راسك. يلا براحتك يا ابني براحتك. وضح. ايوه واحد بدكم معي اخذكم في طريقي؟ ايوه انا بدي اروح. مش اروح بقى صراحه، تعبت. يلا مشينا. يلا مع السلامة. يلا مع السلامة. يلا مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. الحمد لله.
اليوم أنا أشعر بفرحة كبيرة ما لهاش وصف. ينقصها أياد، لو كان أياد موجود بتكون أحلى فرحة. الله يفك شجنه يمه ويخلصه من المصيبة اللي هو فيها يا رب. وعاده لو رجع كل شيء لأصله بيكون أحسن بكثير. إيش تقصدي؟ إيش أقصد؟ ولا أقصد حاجة. ايش المشاكل اللي حطيت نفسك فيها يا مراد وسببت في وضع حرج للحزب؟ المشاكل هذه انا ما ليش ذنب فيها نهائيا. وبعدين في ناس يشوهوا سمعتي. مش سمعتك بس اللي بتشوه، سمعه الحزب برضو بتشوه بسببك انت. شوف اقرا الصحف وطلع شوف ايش كتبت من بعدك ومن بعد قصه ابنك. ما في الصحيفه الا وخبرك موجود فيها بعضها يا مراد. الصفحة الأولى. أنا أقدر غضبك هذا وأعذره. أوعدك إن أنا بتصرف. كيف؟ تتصرف؟ تتصرف كيف؟ زي المرة السابقة، زي ما عملت في قصة الصحفي أكرم محمود. يعني ناوي تجيب لنا إحنا مشاكل من تحت الأرض؟ لا 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 أبدا. أنا بأنهي الموضوع. بنهيه نهائيا. وما بتسببش بأي مشاكل من الآن وصاعد. أنا أتمنى أنك تنهي الموضوع بشكل قانوني، لأن أي مشكلة ثانية بتكون هي الضربة القاضية. وأنا شخصياً ما حد بقدرش أوقف معك، ولا حد عاد قادر يضغط معك في موضوع رئاسة الوزراء. اسمع، أشتيك تروح المكان اللي أختك عليه تجيب لي الجواز والفيزا. بعد أقل من ساعة لازم أكون في المطار. خلاص يا خالي، أنت لازم تسافر. أيوة لازم أسافر، لازم أبعد عن الأنظار. بس الموضوع انتهى، وأشرف أصحابه هم اللي يتحملوا القضية. ما فيش داعي عاد لسفرك يا ابني. أجتي الأوامر كذا، لازم أسافر يعني لازم أسافر. وأنت ليش كتب الكلام؟ يلا بسرعة خارجنا. واصل يا خال، ربع ساعة بالكثير وأنا عندك. يلا. مالك يا جني؟ ايش رجعك؟